في سياق موسمه الثقافي نظم مركز عبد الرحمن كانو الثقافي أمسية ثقافية تحدث فيها الدكتور عبد الغني حامد عن الإرهاب الدولي وتحديات العصر والمستقبل، معرفا الإرهاب في بداية الأمسية على أنه الخوف والفزع وانعكاسهما السلبيين على المجتمعات، مبرئا الدين الإسلامي من كل ما ينسبه البعض إليه وخاصة الأوروبيين من هذه التهمة، إذ هو دين سلام وتعايش ورحمة، مستدلا ببعض دول أوروبا التي مارست الإرهاب حتى من خلال ثوراتها التي زعمت أنها إنجازات إنسانية كبيرة مثل روسيا وفرنسا والصين وغيرهم. ودايما هم بيستخدموا الإرهاب بطرق ذكية جدا للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، زي مثلا يتزرعوا بالملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالأقليات، الأقليات العرقية، الدين. وأعتقد أنت هم بدأوا بيلعبوا على هذا الوتر لما شفنا اللي حصل مع المصريين المسيحيين اللي موجودين في ليبيا. اشمعنى اختاروا يعني 21 ولا 22 مسيحي؟ ما لقوش ولا واحد مسلم. فالأمر باين ان هو كان مدبر ان هم عاوزين يثيروا الفتنة داخل الدول بتاعتنا، ومن شأن الفتنة اللي هي هتأثر علينا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، وهم كده كأنهم بيقلموا أظافرنا بأظافرنا. وقف الدكتور حامد في محاضرته على القنوات الإعلامية العربية التي تحتاج في رأيه إلى اهتمام أكبر يبعدها عن الحالة الاستهلاكية، مستدلا من القنوات الإعلامية الأوروبية في كيفية استثمارها للإعلام في سبيل الترويج لبعض أفكارها الأيديولوجية، كما بيّن أن المصلحة هي سبيل الدول الكبرى للتعامل مع بعض الدول، ويتجسد ذلك حسب الدكتور حامد في بعض المنظمات التي لم تنصف الدول العربية في كثير من مواقفها. موضوع الإرهاب الدولي هو أنا أعتبره موضوع ساعة وموضوع حدث، لأنه فعلا يشغل العالم وأثر بشكل وبآخر على اللي هو الدين الإسلامي، وخصوصا أنه هو وصم بالإرهاب وكان سبب في أو كان مسمى الإرهاب الدولي ذريعة في احتلال دول وتغيير خرائط جغرافية بشكل كبير. في الحقيقة تشكل موضوعة الإرهاب الدولي إشكالية كبرى في هذا الوقت، برغم اعتراضي الشديد على المصطلح، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر ثيمة كبيرة وواسعة في الإعلام وفي الثقافة، وحتى طالت جوانب فلسفية كثيرة في هذا الزمن، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعوب. وأشدد على ذلك أنها تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعوب، فهناك من الشعوب من احتلت بسبب هذا، وهناك من الشعوب من دمرت وهجرت. والآن مثال ذلك شعبنا في العراق، شعبنا في اليمن، شعبنا في سوريا، شعبنا في ليبيا وفي أماكن أخرى من العالم. وبالتالي يجب تسليط الضوء على هذه المسألة، يجب مناقشتها بشكل معمق وإيجابي لإيجاد حلول ليست كما يطرحها ساسة العالم الكبير الآن بما يمتلكون من قوة، والمحافظة على هذه القوة والمحافظة على هذه الهيمنة. خلص الدكتور حامد في ختام أمسيته إلى ضرورة تقوية الدول العربية إعلامها والانتباه إلى مكر بعض المنظمات التي تحاول بشتى الطرق استهدافها، مثمنا الدور الذي لعبته الشقيقة السعودية عبر عاصفة الحزم التي أسهمت في لم شمل الوطن العربي وإعلاء كلمتهم في قمة الجامعة العربية.